نتحدث عن غارات إسرائيلية وسلسلة من هذه الغارات على وسط قطاع غزة. كانت الليلة الماضية لم تتوقف هذه الغارات، حيث أن الطائرة الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة فياض في منطقة الحكر بدير البلح. نتج عن هذه الغارة 6 شهداء، منهم 5 من عائلة فياض والسادس كان من عائلة صالحة، حيث أن الطائرات الحربية استهدفت هذا المنزل في عتمة الليل في ظل هذا المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة بشكل عام وهذه الأمطار. إلا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن هذه الغارات، قامت باستهداف هذا المنزل دون سابق إنذار أو تحذير، مما أدى إلى هذا العدد من الإصابات وأكثر من 14 إصابة. إضافة إلى ذلك كان هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لوسط القطاع بالتحديد على مخيمي البريد والمغازي في هذه اللحظات التي تتحدث فيها. حسين، هو رعد وفي هذه اللحظات وليس قصف، وهذا لا يعني بأن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وإنما الغارات الإسرائيلية لا زالت مستمرة على وسط القطاع. قبل قليل كان هناك استهداف للمدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة بالتحديد على مخيم البريج، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في تلك المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف في هذه الغارات. الطائرات الحربية الإسرائيلية ورغم هذا الجو العاصف وهذا المنخفض الذي يضرب وسط قطاع غزة لم تتوقف باستهداف المواطنين الفلسطينيين بكافة وسائلها، ما بين الطائرة الحربية المدفعية التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية التي لا زالت موجودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. إضافة إلى ذلك نستمع إلى صوت اشتباكات تدور رحاها في عدة مناطق ما بين مخيم البريج بالتحديد المناطق الشرقية الحدودية لمخيم البريج، وأيضا المنطقة المطاحن، هذه المنطقة الفاصلة بين وسط القطاع وجنوبه بالتحديد بين دير البلح ومنطقة القرارة. تشتد هذه الاشتباكات بين فينة وأخرى، تعزز طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذه الاشتباكات من خلال استهدافاتها التي لا تتوقف في تلك المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. بسبب الطقس السيء أنت بالكاد تتحدث إلينا ونحن بالكاد نسمعك أيضا، ولكن أخبرنا كيف يتعامل الناس لديك في ظل هذه الأمطار الغزيرة التي نتابعها معك الآن. نعم يعني حسين، هذا ما كنت أود الحديث عنه. هناك أشياء مباشرة تحدثها طائرة الاحتلال الإسرائيلي وهذه الإبادة الإسرائيلية من خلال القصف المدفعي والقصف الحربي، ولكن هناك آثار أخرى يتركها الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الغارات عندما لجأ الفلسطينيون لخيام النزوح كما هنا في مستشفى الشهداء الأقصى ومناطق أخرى في وسط القطاع. كانت الليلة الماضية حسين مليئة بالعذابات للنازحين، خصوصا نحن نتحدث عن خيام من النيلون من البلاستيك جميعها تطايرت بفعل شدة الرياح وهذه الأمطار. رأينا أطفال يرتجفون من شدة البرد مبللون بمياه الأمطار، لا يوجد أي من الوسائل التدفئة التي يمكن أن تخفف من هذه البرودة التي تصيبهم. رأينا كبار من السن الذين دخلوا إلى أقسام المستشفى ليحتمون بجدران المستشفى من هذه الأمطار، ورأينا عذابات متكررة لم تتوقف طيلة الليلة الماضية. لا يوجد أغطية، لا يوجد ملابس، لا يوجد نيلون، لا يوجد أيضا خيام تصلح لمثل هذه المنخفضات التي يمكن أن تكون جسرا منيعا ما بين الأمطار وبين أجساد النازحين الذين تختلف أعمارهم ما بين كبار وصغار. جميعهم قد تعذبوا فعل هذه الأمطار الليلة الماضية والتي لا زالت حتى هذه اللحظة. العذابات المتكررة تزداد لا تتوقف، بل يمكن القول حسين بأن هذه الأمطار زادت من معاناة المواطنين هنا في وسط قطاع غزة كما باقي مناطق قطاع غزة. ولكن هناك فارق كبير حسين في هذه الأمطار، ربما يقول أو يسأل سائل لماذا هذه الأمطار في ظل هذه الحرب، ولكن اكتشفنا من خلال حديثي مع عائلتي بالتحديد 2 من إخوتي لا زالوا في شمال القطاع يقولون بأنهم ينتظرون مياه الأمطار كي يستطيعوا الشرب في ظل عدم وجود مياه للشرب في شمال قطاع غزة.
فهم ينتظرون مياه الأمطار بفارغ الصبر على النقيض هنا في وسط قطاع غزة، يتمنون أن تتوقف هذه الأمطار كي تتوقف عذاباتهم جراء هذه العذاب أو جراء هذا العذاب الذي يمرون به في ظل عدم وجود أي مكان مناسب لهم سوى الخيام التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، إنما تزيد من هذه العذابات التي لا تتوقف منذ بدء هذه الإبادة حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الزميل محمد أبو ناموس مراسل الغد كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.